طيب لو في خدمات او برامج تبقى متوفرة لكبار السن، خليني اقول وذوي الهمم، هل في خدمات خاصة بيهم؟ طبعا في المطار حتى في تجهيز عجل ليهم لكبار السن، بحيث ان معاهم في عمال في المطار وبيطلعوا بيهم من باب خاص للسياره بالنسبه لكبار السن وكده. نفس الكلام في المطار وصول، سواء مطار المدينه او مطار جده. في نفس الفندق برضه بيوصل بيعمل عمرته، في برضه كراسي عجل موجوده وفي الفنادق. لا يعني في اهتمام غير عادي لكبار السن، في سواء في مصر او في السعودية أو في مكاتب الضيافة هناك يعني. طيب هي قد بس اتفضل اتفضل قد يحتاج الحجاج في بعض الوقت المرشدين الدينيين ممكن يساعدوهم مثلا في الشعائر أساسي وكده، ده طبعا موجود أساسي طبعا. في أصلا في اتفاق اتعمل بروتوكول بين غرفة شركات السياحة وبين وزارة الأوقاف، واتعمل إن في دعاه هيبقوا مسافرين موجودين هناك مع حجاج السياحه المصريين، بحيث برضه لان انت عارف ان الرحله دي اغلبها اسئله كتير مكرره تبقى دايما كل سنه احنا بنشوفها. الوعاظ احنا اصلا بنعمل ندوات دينيه قبل السفر، في هناك بقى في ندوات دينيه في الفنادق، يعني بجرب من جاي يعمل عمره. احنا طبعا عمره المصريين كلها الحج السياحي المصري عمره اسمها عمره التمتع، الحج متمتعا يعني بينزل يوم العمره الاول وبعد كده بيحل احرامه وبيقعد لغايه يوم 8 الحجه لغايه ما يطلع تاني على بيحرم من صندوقه بيطلع على عرفه ان شاء الله. قبل ما يطلع على عرفه للمناسك بقى عرفه ومنى، وهو ده الحج ده الرسمي الاساسي، يعني الركن الاساسي في الحج هو عرفه، بيتعمل في الفنادق في المساجد في الفنادق هناك بيتعمل ندوات دينيه سواء من وزاره الاوقاف او من شركات السياحه، لان كل تضامن مش مثلا كل 10 شركات سياحه او 5 شركات سياحه بنضم مع بعض وبنطلع داعيه يطلع للفوق ده على طول متواصل مع الحجاج في الفنادق بالندوات الدينيه، بيعرفهم ازاي يحج، لان في ناس احنا بنتفاجئ بيهم ان هم بيطلعوا اول مره ما طلعش عمره قبل كده، تمام؟ يعني ما شافش السعوديه قبل كده، فبيتعلم ازاي بالناحيه الدينيه. الناحيه الاداريه انا عايز اقول لك ان موظفين الشركات واصحاب الشركه نفسهم موجودين بصفه دايما من ساعه ما استلم الجواز من الشركه الى انتهاء الحج وهو معاه اول باول بجنبه. لذلك انا بنصح الحاج السياحي الحاج بصفه عامه انه يلتزم مع الشركه، يعني يخليك دايما بجانب مشرف الشركه.